تعليق على هيمنة الأهلي على الدوري؟ الأهلي بيفوز لأنه هو الفريق الأكثر استقرارا، الفريق اللي عنده طموح البطولة، الفريق الذي لا ييأس عندما يتقدم عليه منافس، الفريق الذي يستثمر أخطاء منافسيه بفضل إدارته اللي بتتعامل مع العملية كلها. مركز أنت على حتة الإدارة أول. النادي الأهلي يفوز بالبطولات الدوري كلها رقم واحد بسبب الإدارة، بدليل أن جميع المدربين الذين تولوا مسؤولية الأجهزة الفنية في النادي جميعهم خدوا بطولات. الأهلي فريق بطولة، فريق البطولات الذي يصنع، يعني بيصنع، بيتجاوز ظروف معينة ربما غيره ويتغلب على الصعاب، ربما غيره بيفرفر في أول مطب.